اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واسترفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وكزمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن حسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله يا أبا الحسن يا موسى ابن جعفر أيها القادم يمن رسول الله يا حجة الله على قلبك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على قلبك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وكزمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على قلبك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأصغري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والقلف الحجة أيها القائم المنتظر مهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله حاجات يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وأدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوصلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلا الله
وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء صلى الله عليه أجمعين ولعن الله أدار الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين